مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أمريكا تتلقى الرد اليمني على عرضها بشأن البحر الأحمر رسميا. وإلى التفاصيل، حسمت اليمن اليوم الخميس موقفها بشأن العرض الأمريكي المتعلق بالوضع في البحر الأحمر. وأكدت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في بيان لها تلقيها الرد اليمني موضحة بأن بوارجها تعرضت خلال الساعات الأخيرة لهجوم واسع بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وزعم البيان اعتراض طائرتين وصاروخ. ومع أن العملية اليمنية تعد امتدادا لسلسلة عمليات تنفذها منذ قرارها حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن في نوفمبر الماضي وما تلاه من رد على العدوان الأمريكي، إلا أن تزامنها مع جولة المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج الحالية للمنطقة وعرض بلاده مقايضة البحر الأحمر بملف السلام يؤكد بأن العملية رد غير مباشر برفض العرض الأمريكي أو ربط الموقف الأخوي والإنساني كما يصفه المسؤولون في صنعاء بملفات إنسانية وسياسية أخرى. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.